طيب، الزيارة التي قام بها السيد السوداني الآن، هذا الحراك الدبلوماسي الملحوظ للسيد السوداني، من ضمن هذه المحطات التي زارها إيران، السيد السوداني يبحث عن حل للأزمة هناك، ما هو دور إيران أو الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في حل هذه الأزمة وهي مع العلم على طرفي نقيض مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل العراق أراد أن يستطلع الموقف الإيراني ليكون الموقف العراقي متسقا مع الموقف الإيراني بهذه الأزمة؟ لو أكو قصة أخرى. يعني بالتأكيد إيران هي لاعب أساسي ومحوري في قواعد الاشتباك التي جرت سواء كان على مستوى الشرق الأوسط أو بالتحديد هي القضية الفلسطينية، ونعرف تأثير إيران كلاعب أساسي مهم على الساحة اللبنانية، على الساحة اليمنية، على الساحة الفلسطينية، على الساحة السورية أيضا، وأيضا بالتأكيد هي لديها تأثير وعلى الساحة العراقية. الساحة العراقية نعم، ولذلك نمتلك مع إيران الكثير من الشراكات، نمتلك مع إيران العلاقات الوطيدة، نمتلك مع إيران الموثوقية التي تؤهلنا وتؤهلهم في أن نتباحث وفي أن نتوافق وفي أن ننسق المواقف. بالتأكيد الكثير من الحوارات التي حصلت في الساعات التي زار فيها سيد رئيس الوزراء طهران مع وفد خاص، والتقى فيها السيد رئيسي والتقى فيها قائد الثورة الإسلامية في إيران المرشد الأعلى السيد خامنائي، وأيضا بالتأكيد في ثنايا اللقاءين كانت هناك لقاءات مع شخصيات مهمة، وهناك حديث مهم واستراتيجي حصل في طبيعة يعني هذه اللقاءات التي جرت في طهران، وأيضا طرح لرؤية العراق ويعني استعداد العراق في مختلف الساحات للقيام بالدور السياسي، ماذا فعل وماذا سيفعل وما هو المطلوب من العراق وما هو المطلوب من إيران وكيف ننسق المواقف باتجاه الحراك على المنظومة العربية، على الحراك على المنظومة الإسلامية. كل هذه الأشياء بالتأكيد هي طرحت على الطاولة، وتقديري أيضا أنها ستكون لها نتائج مهمة ستنعكس أيضا يعني إذا ما يعني ستنعكس على الساحة الفلسطينية، ستنعكس على الساحة العراقية، وستكون أيضا لدولة لرئيس الوزراء من المؤمن أن تكون له جولة أخرى لدول عربية وفي المنطقة، يعني تمهيدا لصياغة يعني قرار موحد، تنسيق المواقف بشكل أكبر وأكثر، وصولا إلى وقف إطلاق النار، إلى خفض التصعيد، وصولا أيضا إلى تسوية ممكن أن تنفع الشعب الفلسطيني. طيب، بلينكين لم يتحدث لكم عن تسوية ومشروع تسوية، أنا الذي سمعته الأمريكان يتحدثون عن هدة إنسانية، ولا أحد يتحدث عن مشروع لوقف إطلاق النار، والهدلة الإنسانية اتجاهاتها وغاياتها معروفة، يردون يأخذون رهائنهم حتى يخف الضغط عليهم من شعوبهم. أنتم كيف قابلتم هذا بالحوار أو كيف تتحاورون مع دول المنطقة بخصوص هاي القصة؟ يعني بالتأكيد كل تسوية في غضون حرب تسبقها عملية وقف إطلاق النار، وكل عملية وقف إطلاق النار تسبقها هدنة تتدخل فيها أطراف وسيطة قادرة على أن تؤثر على طرفي الصراع. فبالتأكيد يعني في المباني الإجرائية للوصول إلى الحلول الشاملة بالتأكيد قبلها علينا أن نوقف آلة الحرب وآلة الاستهداف ضد الشعب الفلسطيني التي تقوم فيها العمليات العسكرية للكيان الإسرائيلي الغاصب. حتى نصل إلى عملية وقف إطلاق النار علينا أن نطلق الهدنة وأن نساعد في تبسيط إجراءات الوصول إلى اتفاق هدنة.
تقدرون على هذا؟ يعني هناك الآن مساعي سيد فادي مهمة بقت عندي دقيقة، تقدرون على هذا؟ في دول قريبة، ومن خلال عملية التنسيق يعني تضع العراق بطبيعة التطورات ممكن أن نشهد مثل هكذا هدنة يعني أو وقف مؤقت لعملية إطلاق النار على المدى القريب إذا ما نجحت هذه التسويات.